السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من أجل الحرية قامت جوانا فيالي بقص شعرها دعما للمرأة في إيران. تم تسجيل الممثلة الأرجنتينية وهي تقص شعرها تضامنا مع جميع النساء ضحايا العنف الجنسي في إيران. شاهدوا فيديو اللحظة. انضمت الممثلة والمضيفة الأرجنتينية جوانا فيالي هذا الصباح إلى موجة الاحتجاجات التي انتشرت على نطاق واسع مئات النساء في إيران وحول العالم. يتعلق الأمر بالتحدي المتمثل في قص شعرك من أجل إدانة العنف الجنسي في البلاد الإسلامية بعد مقتل الفتاة محساء أمين البالغة من العمر 22 عاما، بما في ذلك جولي بينيوش وإيزابيل هوبرت تضامنهن مع نضال النساء الإيرانيات. لذلك قررن قص خصل شعرهن احتجاجا على أميني التي اعتقلت في 13 من سبتمبر أيلول في طهران لارتدائها ملابس النساء الإيرانيات. الحجاب خطأ في شريعة الإسلام، وأنها توفيت بعد 3 أيام في المستشفى. في هذه الأثناء في الأرجنتين كانت أول شخصية عامة تتظاهر هي جوانا فيالي، التي قالت من خلال مقطع فيديو نشر على حسابها على تويتر: من أجل الحرية.